شاء الله. نقولوا الحمد لله على كل حال فتحوا لنا، كنا مبغوني بزاف الترونسبور هذا باش الواحد يشوف العائله تاعو. بالنسبه كي كنا لهيه واليوم كيف كيف كانوا عندنا هنا الطوموبيلات مركبات حصلنا فيهم كاين سمعتي هذا هو. نشكروا الدوله على كل حال اللي فتحت لنا البابور هذه بوفياجور. الناس تجي جاو غاليين خاص كري ماشي بزاف على حسب ما نشوف كيما كانت، ما زادوش بزاف الله اعلم. ماشي بزاف تبان لي كيما كان قبل. وكي جيت من غبنت قولي اسكن المجيه شويه المجيه غبنا شويه في المجيه. المجيه كان بي في الطياره ما قليل شويه ما كانش مع كانوا داري غير فول وحده ما برشلونة الجي قليله كانت غير وحده ما طارتناش مع داروها لنا بعيد برشلونة وحنا تاع لي جونفير تاع فالنس بالونس اليكونت بعيده باش نمشيو برشلونة وما طارناش على كلها. حنا نتمنوا يزيدوا لهم لي فول اليكونت مازال ما زادوا لهمش عاوتاني مازال. كي دخلت منا اسكو قام سهلوا لكم فكيمشي كيجي منا نورمال ضربوا كلها في المجي ولا كي جينا ضرب كي دخلنا نورمال فاكسا هذيك وبيسيير وخلاص الحمد لله. كاشينو رانا داخلين على ربي احساس سي انا فرحانين عندنا بزاف ما خرجناش انا صافي دو جون ملي بدات كورونا هذه واليوم الحمد لله يا ربي هذا ما كان هذا كيفاش جاوك الخاص؟ بنتي نورمال لي بنتي نورمال عادي نورمال ما زادوش حاجه قليله ماشي بزاف. كي دخلت هنا سهلوا لا كلش الحمد لله يا ربي سهلونا في كلش سهلونا في كلش اليوم ساتي بيان باسي المهم. امين تقريبا ولادي راهم لهيه الحمد لله يعني على كل حال الباب بدا ينحل شويه الحمد لله على كل حال. سهلوكم هنا كي دخلتوا ما غبنوكمش؟ الحمد لله على كل حال الحمد لله. الدنيا هذه كاين اللي يسهلوا كاين اللي بصح فاتت طري طري بها ان شاء الله. الله الله يبارك بدات ان شاء الله تفرج وهذه يا ربي يجيب الخير للبلاد وخلاص ان شاء الله. سهلونا الحمد لله وكل ما شاء الله. في اطار الاستئناف الجزئي والتدريجي لبرنامج الرحلات البحريه الدوليه فان مصالح الجمارك الجزائريه على مستوى مفتشيه الاقسام للجمارك بوهران ميناء مجند كل التجنيد حرصا على ضمان احسن مرافقه للمسافرين عبر اول رحله بحريه باتجاه اليكونت باسبانيا. وفي هذا الصدد تدعو الجمارك الجزائريه كافه المسافرين الى ضروره الالتزام بالبروتوكول الصحي وكذا الاطلاع على مختلف الاجراءات المطبقه وكذا التسهيلات والخدمات الالكترونيه التي توفرها عبر موقعها الرسمي. اليوم تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهوريه والسلطات العليا تم اعاده فتح الحدود البحريه حيث ان هناك باخره الجزائر 2 ستنطلق ان شاء الله متوجهه نحو ميناء اليكونت وعلى متنها 1100 مسافر اضافه الى ذلك 300 سياره. ولقد تم اتخاذ جميع التدابير الوقائيه ضد فيروس كوفيد 19
حيث أن المسافر هو مطالب بتقديم شهادة التلقيح إضافة إلى PCR. في إطار استئناف الرحلات الدولية وطبقا لقرارات السلطات العليا، لقد برمج جلسة عمل ضمت كل من حراس السواحل، شرطة الميناء، شرطة الحدود، الجمارك ومؤسسة ميناء وهران لأخذ كل التدابير اللازمة من أجل إنجاح هذه العملية. وأول رحلة ستكون يوم الخميس إن شاء الله أليكونت وهران، وهران أليكونت. وفي هذا في هذا الإطار تم اتخاذ جملة من التدابير، من بينها احترام البروتوكول الصحي حتى يتسنى لجميع العاملين في الميناء من الحماية المدنية والشرطة والدرك الوطني والأمن الوطني على إنجاح هذه العملية. Wow.